لمزيد أيضا من المتابعة مشاهدينا الكرام بشأن تصاعد الانتهاكات الصهيونية في ظل مقاومة فلسطينية في الضفة وداخل الفلسطينيين، معنا عبر سكايب من رام الله الكاتب والمحلل السياسي والفلسطيني عمر عساف. مرحبا بكم، حياكم الله. أهلا بك وسعد مساء أنت والمشاهدين جميعا. أهلا بك. إذن اقتحامات للمخيمات الفلسطينية وقتل أيضا من جراء هذه المواجهات، ما تفسيرك لهذا التصعيد المتنامي والمتزامن طبعا مع استفزازات قادة الاحتلال باقتحام المسجد الأقصى المبارك؟ هي استباحة للمناطق الفلسطينية، ليس فقط المخيمات والمدن والبلدات وكل مكان في الفلسطين في الحالة الفلسطينية أو في مناطق السلطة، هناك استباحة لها من قبل سلطات الاحتلال. أما كيف أفسر ذلك، فمعروف أن هذه الحكومة هي واحدة من حكومات يمينية تعاقبت على قيادة هذا الكيان، وهي الأكثر تطرفا حتى الآن، ويطلق عليها أنها حكومة مستوطنين. وبالتالي هذه الحكومة، وخصوصا أنها خلال الأسابيع الماضية افتقدت للأغلبية البرلمانية التي كانت تمتع بها، فهي عمليا تريد أن تزايد على الدم الفلسطيني، يعني تريد أن تريق الدم الفلسطيني في معارك أو في أهداف انتخابية، دون أن يعني ذلك أنها فقط مرتبطة بهذا. هي مرتبطة بالسياسة الصهيونية القائمة على التوسع، مصادرة الأرض، تهويد القدس، الاستيطان، يعني تدنيس المسجد الأقصى والمسجد الحرم الإبراهيمي كل يوم أو يوما بعد آخر. وبالتالي هذا السلوك، هذا ما يفسر هذا السلوك، طبعا بالإضافة إلى أن هناك تطبيعا بين قوسين من بعض الحكام العرب يحاول أن يغطي على هذه السلوكيات، ويحاول من خلالها أن يجد حلفا بين قوسين أو حلف ناتو يرى فيه ضمانة وحماية لهذه الأنظمة. فالظروف كلها عمليا مواتية للاحتلال القيام بهذه الممارسات الإجرامية العدوانية. بالطبع الشعب الفلسطيني لا يقف مكتوف الأيدي. نحن يفصلنا أقل من عام عن معركة سيف القدس حين توحد الشعب. اليوم أيضا الشعب الفلسطيني يخرج في مجابهة عمليا مع الاحتلال، هذه المجابهة على امتداد الأرض الفلسطينية في القرى والبلدات والمخيمات والمدن الفلسطينية، كلها تهب هبة رجل واحد اليوم في مواجهة الاحتلال. يعني حتى قبل شهر رمضان المبارك حذرت الجهات الأمنية من تصعيد محتمل ورفعت درجة الاستعداد بين جنودها، ولكن هناك يعني انتهاكات مستمرة منذ بدء شهر رمضان وحتى الآن للصهاينة. أين يقف المجتمع الدولي الذي يحمل دائما هنا المشكلة، يحمل المقاومة مسؤولية ما يحدث؟ يعني هي مفارقة، وهي مفارقة وهي مكيال بمكيالين. يعني حتى حين نقارن ما يحدث في أوكرانيا اليوم، الجميع يتحدث في العالم كله أن حق الأوكرانيين أن يقاوموا، وليس من حق الفلسطينيين الذين يخضعون لهذا الاحتلال منذ أكثر من 70 عاما في المقاومة. يعني هذه مفارقات، ينعقد مجلس الأمن ويعني تطرد روسيا من بعض المنظمات الدولية من مجلس حقوق الإنسان، يتحرك المجتمع الدولي، تحشد الأسلحة لدعم أوكرانيا. أما الشعب الفلسطيني الذي يقف أعزل في مواجهة هذا العدوان، في مواجهة آلة حرب يعني عمليا تعد من أقوى آلات الحرب في العالم، دون أن يقدم له شيء. يعني يتندر الفلسطينيون في أن علينا أن نطالب بكورنيت من أجل أن نتصدى لهذه المدرعات والمصفحات الإسرائيلية التي تجتاح بلداتنا ومدننا وقرانا. العالم عمليا للأسف، وتحديدا الولايات المتحدة وحلفاؤها، عمليا يحمون هذا المشروع الاستعماري الصهيوني باعتباره ربيبتهم، باعتباره يخدم مصالحهم، ولكنهم في الوقت ذاته يقفون موقفا آخر هناك في
أوكرانيا مثلا. طيب. وبالتالي نحن نقول وبشكل واضح أن الفلسطينيين يعتمدون على أنفسهم، وأن هذا الكف الفلسطيني يلاطم المخرز الإسرائيلي كل يوم. هذا الشعب الأعزل يتصدى لها آلة، وهذا ما أردت قوله أستاذ عمر، يعني هناك عمليات مقاومة نوعية في الداخل وفي الضفة تحدث ردا على هذه الانتهاكات الصهيونية، ولكن هذا يحدث على الرغم من هذه الخبرة لنقل للقوات الصهيونية على مدار سنوات الاحتلال. كيف تفسر هذا الإخفاق في رد تلك الهجمات أو عملية المقاومة؟ لا، هي عمليا خلال العقود الماضية كلها، دون أن أذكر عددها 7 أو 10 عقود ربما في مواجهة هذا المشروع الصهيوني، عمليا الشعب الفلسطيني كان قادرا على اجتراح أشكال مقاومة، أشكال نضال متعددة الأشكال يوجع بها العدو الصهيوني. لسنا ببعيدين عن انتفاضة الحجارة التي دخلت التاريخ العالمي والتي حركت كل العالم في دعم الشعب الفلسطيني. وبالتالي اليوم في الوقت الذي كان كما قلت بعض الحكام العرب يطبعون، كان أبناء شعبنا حتى داخل الخط الأخضر كانوا عمليا سواء في الخضيرة أو قبلها في النقب، كانوا عمليا يتصدون للاحتلال ويجعلونه يدفع ثمنا جراء جرائمه. هذا ليقولوا له أننا نحن فلسطينيين، نحن داخل الخط الأخضر فلسطينيون بامتياز، لم نعد أو لم نصبح إسرائيليين كما تريدون، وأهل القدس الذين يتصدون كل يوم للاحتلال يقولون نحن فلسطينيون بامتياز أيضا، لا لسنا عرب إسرائيل ولم تهودنا إسرائيل. وبالتالي هذا يؤكد وحدة الشعب وقدرته على اجتراح وسائل مقاومة متعددة الأشكال. العدو الصهيوني لا يريد أن يتعلم بأن مهما بلغ جبروته ومهما كانت حشد من قوات لن يكون قادرا على إضعاف أو ردع أو منع المقاومة الفلسطينية من مواجهته، ولا ردع الشعب الفلسطيني من التمسك بخيار المقاومة في مواجهة الاحتلال الذي يصادر الأرض كما قلت ويدنس المقدسات ويهود. شكرا جزيلا لك سيد عمر عساف عبر سكايب من رام الله، الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني.